هذا الحلم أو هذا العمل يعني كان إنه كلياتنا كنا نتمناه منذ سنين طويلة أو منذ 2016 منذ ما تأسس فريق اللاجئين. منذ أكثر من سنتين كنا نبحث على الشباب اللي من اللاجئين لاعبين كرة السلة من أجل تأسيس هذا الفريق، كان بالنسبة لي ولكن يعني نتمنى أن يكبر هذا الفريق ويكبر عدد هذا اللاعبين من أجل أن نكون فريق كبير قادرين أن نكون في الملاعب العالمية والملاعب الأولمبية. في تاريخ سنة 2012 كنت أنا وبعض الأصدقاء جالسين في المنزل، ذهب أحد الأصدقاء، طبعاً صديق مقرب كثير لي، يذهب إلى منزله وهو في الطريق أصيب بطلق ناري. عندما حملت صديقي إلى المشفى أتت قذيفة يعني تبعد عني 50 سنتيمتر فقط من قذيفة دبابة، فتقطعت قدمي اليمين. قررت الخروج من تركيا من مدينة أزمير، وبعدها قررت العودة إلى الرياضة. فبالأخير بعد مراحل كثيرة من العذاب قرر أحد الأندية أن يستقبلني، فذهبت إلى التمرين، وكانت هذه الانطلاقة بالنسبة لي يعني انطتني دافع، يعني بنسبة 100% انطتني دافع. Independent Paralympic athletes. وأنا عندما فقدت أقدامي ورجعت على الرياضة هذا كان هدفي اللي أنا اليوم عم أسس أجيال من بعدي. ممكن إبراهيم الحسين ممكن لا يستطيع أن يحقق ميدالية، ولكن أنا أستطيع أن أعمل أشياء أخرى غير الميدالية. أستطيع أن أؤسس أجيال، أستطيع أن ألتقي بأطفال من ذوي الاحتياج الخاصة هم اللاجئين لأؤسسهم على الطريق الصحيح من الرياضة. وجودنا بفريق اللاجئين كرة السلة ليس من أجلنا فقط، لا، من أجل كل اللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعاً فرحة كثير كبيرة إنه التقي مع الشباب لأول مرة كمنتخب للاجئين، وفرحة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أنا جيت من مدينة برلين. أنا جيت من إيطاليا، من مدينة بيروجا، هي في وسط إيطاليا. أنا جيت من زاربرو، كان حدود فرنسا. صار لي كذا شهر تواصل مع كابتن مرشد مشان هالجاية هاي. صراحة هيكون سبب ليفتنا من هالعزلة اللي انتشرنا فيها بكل أنحاء العالم. اللي بيشوف إبراهيم بيلعب مع إبراهيم يعني شيء أكيد نفسيا رح يرتاح ومرتاح، يرفع المستوى أكيد شيء أكيد. الرياضات الجماعية يجب أن نكون كلنا أخوة، عائلة واحدة، من أجل أن نكون النجاح. نحن لا نمثل أنفسنا، نمثل كل لاجئ موجود في كل بقاع الأرض، كي إنه يعني رب العالمين يعلم ما هو بداخلي وما يعرف ما هي نواياي، كي يؤسس أطفال من بعدي، كي يؤسس أجيال من بعدي. أنا ليس زعلان أبداً 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 على إصابتي. ممكن القدر قدر هكذا شيء كي أكون بهذا المكان